يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب البلاد. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها بمحافظة القاهرة العظمى، فيها 32، الصغرى فيها 21 جو حار، الأسكندرية 26، 19 جو معتدل، مطروح 24، 18، بورسعيد 27، 19، الإسماعيلية 33، 20. أما محافظة السويس العظمى فيها 33، الصغرى فيها 21، العريش 27، 20، طابة 32، 23، شرم الشيخ 38، 26، الغردقة 39، 27، محافظة الأقصر العظمى فيها 42، الصغرى فيها 27، أسوان 43، 27، الوادي الجديد 39، 26، شلاتين 40، 28، وأخيرا حلايب 35 هي العظمى، أما الصغرى 29. ولأن استعرضوا إياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع.